بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم. <سؤال> الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح رحمة برحمة الله. على ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدائم القلة وعلى آله وصحبه. ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريات ربنا وتقبلنا. ربنا هب لنا من أزلتنا وذرياتنا قرة عيون وجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي على والدي وأن أعمل صالحا مرضاه. واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين نويد اولادنا بكلمات الله التامه من شر كل شيطان وهامه من كل عين لامة اللهم بارك لنا في اولادنا ولا تضرهم وارزقنا برهم واجعلهم قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم واجعلهم قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم واجعلهم قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم لوالديهم اللهم افتح عليهم فتح العارفين وفقهم في الدين وعلمهم التاويل واهدم الى سواء السبيل واجعلهم من العلماء العاملين وعبادك الصالحين، اللهم أنبتهم نباتا حسنا، واجعلهم هادين مهتدين، اللهم وفقهم لمحابك وطاعتك ومرضاتك، وعلمهم ما ينفعهم، وأنفعهم بما علمتهم، اللهم أحفظهم من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، من كل سوء، اللهم سهل أمورهم، وأصلح أحوالهم وأعمالهم ونياتهم. اللهم أعهم حياة طيبة في الدنيا والآخرة، اللهم أعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحسن عقباتهم في الأمور كلها، وأجرهم من هز الدنيا والآخرة، اللهم متهم بأسماعهم وأبصارهم وقواتهم في سبيلك، واجعل هواهم تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم سلمهم مع وعافهم وأعف عنهم، وأطل أعمارهم في طاعتك ومرضاتك وتقبل منهم إنك على كل شيء قدير بالإجابة لجبير وصلى الله, الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين